مشاهدينا الكرام، مصر المستقبل، كان هذا هو عنوان المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل نحو عام، والذي أنفقت الحكومة على تنظيمه أكثر من 100 مليون جنيه. التقديرات التي روجت لها الحكومة والتي تحدثت عن 60 إلى 120 مليار دولار ستتدفق على الاقتصاد المصري. وقد طرحت الحكومة أيضا ما يقرب من 55 مشروعا، منها مشروع العاصمة الجديدة، ولم يتم توقيع سوى 7 من هذه المشروعات، تركزت على قطاعات الإسكان والكهرباء. السؤال، بعد انقضاء عام على هذا المؤتمر والذي تم تأجيل نسخته الثانية، تتزايد التساؤلات حول حصاد المؤتمر ومصير المشروعات التي تم الترويج لها من خلاله. فالوقت حاسم، وعشان كده هتجدوا ان دايما كلامي مع كل المسؤولين وكل الشركات ان من فضلكم انا مستعجل. عام بالتمام والكمال مر على عقد مصر مؤتمرها الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ. في مثل هذا اليوم قبل عام وتحت شعار مفتاح الحياة، انطلق المؤتمر الذي سبقته ولحقته حملة إعلامية دعائية مكثفة، حملة بشرت المصريين يومها بالخير الذي سيصب عليهم صبا، وبالغد المشرق الذي تتبدل فيه الأحوال وتنطلق فيه أم الدنيا إلى مستقبلها. كان الحديث يومها بالأرقام عن مئات المليارات من الدولارات المتدفقة، وعن مشاريع لا أول لها ولا آخر، وعن نهاية لسنين العجاف وبداية لعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. احنا بنتكلم على استثمار مباشر، عقود اتوقعت فعلا عقود اتوقعت وستبدأ بإذن الله التنفيذ بكام؟ 36.2 مليار دولار. 12 شهرا مرت على الحدث الضخم هذا، فلا يتلمس المصريون وفق مراقبين الصدى لما قيل، فلا مليارات تدفقت ولا وعود تحققت، أو الأرجح أنها تحققت ولكن بالمعكوس. فواقع مصر الاقتصادي وفق خبراء بات غاية في الحرج، هزيمة للعملة المحلية أمام الدولار، وسحب متصل من الاحتياطي النقدي، وشركات وبنوك تنسحب أو تهدد بالانسحاب من السوق، والسياحة لم يكتب لها التعافي بعد، ناهيك عن أزمات مزمنة أصلا من زحام وبطالة وعشوائيات وغلاء أسعار. أحلام المؤتمر الاقتصادي التي تحولت إلى كوابيس ليست سوى تعبير عن حالة عامة لمشاريع مماثلة انطلقت منها الوعود في الهواء، كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمليون وحدة سكنية واستصلاح مليون فدان، وبعد هذا كله أو قبله المشروع الوهمي لعلاج كل المصابين بأمراض مزمنة، والذي اصطلح على تسميته لاحقا بجهاز الكفتة. باخد الايدز من المريض، بغذي المريض على ايدز، بديهوله صبع كفته يتغذى عليه، باخد المرض واديهوله غذاء. عام كامل مرة ولا حساب لمن باعوا وهما ونشروا خداعا من القول ومعسولا من الكلام وأكاذيب من الأماني، تطايرت جميعها في الهواء ولا تزال. وإزاء واقع كهذا لا يبدو أمام المتضررين سوى العمل بالمثل الشعبي القائل، إن كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من ميتشيغن بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية. أرحب بك معنا دكتور مصطفى. أنا مستنى بحضرتك. أجدد الترحيب مرة أخرى بالأستاذ وائل قنديل الكاتب الصحفي، وأبدأ معك دكتور مصطفى. ما الذي حدث بعد المؤتمر الاقتصادي؟ كانت هناك طموحات وأرقام تتحدث عن مليارات الدولارات التي ستعود وتتدفق على مصر ويعني تنهض بالاقتصاد المصري، وإذ بعد عام من المؤتمر الاقتصادي تبدو الحالة الاقتصادية حتى أسوأ من قبل المؤتمر، تقييمك لهذا؟ في من هذا الأمر أن الحكومة للأسف فاشلة للغاية ولا تستطيع أنها توفر البيئة المناسبة لأي استثمارات في البلد. التفجيرات التي تتم في مصر ولا يكشف لأحد عن من المسؤول عنها، غير جو غير مناسب على الإطلاق لأي استثمارات في البلد. الحكومة وعدت الناس أنها هيخش 120 مليار، وزي ما حضرتك تفضلت في التقرير رئيس الوزراء قال ان دخل لنا فعلا 36 مليار دولار اتفاقيات، كنا المفروض نشوف أثرها في انخفاض سعر الدولار، ان الدولار يوصل لحدود ادنى كما كان عليه على الاقل قبل الثوره.
لكن الناس في مصر ترى ذلك جيدا، ارتفع الدولار والسياحة انضربت زي ما حضرتك شايف، عوائد البترول، ورغم ان عوائد البترول ليس لها اي علاقة اصلا داخل المغيرات اللي جوه البلد، لان قطاع البترول للاسف ايضا اصبح قطاعا خاسرا، وتحويلات المصريين ايضا للاسف ايضا انخفضت انخفاض كبير جدا. خليني أكد لحضرتك على نقطة مهمة جدا، إن هناك عدم ثقة في النظام، إن في خوف جوه النظام، إن في هلع عند المصريين سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين أو تجار، لا أحد يثق فيهم على الإطلاق، واللي أنت شايفه حضرتك ده مردود لعدم الثقة اللي الناس شايفاه الآن. ارتفاع سعر الدولار لا يمكن بحال من الأحوال إن الدولار عمره كان يوصل لهذا الحال أو لهذا الحد، لا لشيء إلا إن في حالة خوف عند المصريين من ان الازمه تسوء اكبر، لكن يا فيكون دكتور في عفوا مطالبات. حضرتك ليه بتستبعد السياق العالمي والسياق الدولي المتراجع اقتصاديا على الاقل بالنسبه للاسواق الناشئه، وايضا لماذا نستبعد فكره يعني انخفاض اسعار البترول التي اثرت بالسلب على كثير من الاقتصاديات ايضا الناشئه، يعني لماذا نستبعد هذا وذاك والامر يكون فقط بمشكله بالنسبه للنظام يعني؟ هذا سؤال جميل جدا، خليني اجب على حضرتك فيه في اكثر من نقطه. عشان اقول لحضرتك الاقتصاد المصري مقفول على حاله من جوه للاسف الشديد. الاسعار العالميه للغذاء كلها في العالم كله انخفضت 40%، ولم يشعر المواطن المصري باي انخفاض على الاطلاق. الايكونومست قالت ان البنك في اليابان وبنوك في اوروبا كثيره جدا الان بتدفع البنوك المحليه فوائد علشان البنوك ما تحطش فلوسها فيها، في المقابل البنوك في مصر رفعت اسعار الفائده ل 12.5%. انت في معزل، يعني لو انت عندك كساد زي ما حضرتك المؤشرات العالميه الان موجوده سواء كان في اليابان او كان في اوروبا او سواء كان في الصين ايضا، المفروض يبقى انت عندك متغيرات جوه البلد تتعامل معها بانك انت تخفض الاسعار، ما ينفعش انك انت في ظل هذه الاوضاع اسعار البترول في العالم بتنخفض والاسعار البترول والبنزين جوه في مصر بتنخفض، ما ينفعش ان انت ترفع الدعم عن المصريين والفقراء والغلابه في مصر وتخفض انت سعر الدعم للشركات. انباء من يومين وزير البترول خد قرار بان اسعار الغاز الطبيعي لشركات الحديد والصلب منها شركه عز وغيره تمام. بدل من 7 دولارات خلوها 4.5 دولارات. اذا انت للاسف لا يوجد عندك رؤيه، لا يوجد عندك حل للمشكله، انما هي دوائر للسلطه موجوده وبجوار هذه الدوائر دوائر لرجال الاعمال وهم المنتفعين من النظام وهم اللي بيحققوا كل طيب. شيء، ابقى انما معي. من ليس له قيمه. ابقى معي دكتور مصطفى، اتفضل. ساعود اليك يعني تاكيدا لما ذكره الدكتور مصطفى شاهين استاذ الاقتصاد باوكلاند الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وهو كان من أشد المؤيدين لهذا النظام وللسيسي، قال في حواره مع السفير اللبناني الوضع الاقتصادي في مصر شديد الخطر والحرج، وقال أيضا أن السيسي لا يمتلك رؤية للنهوض بالاقتصاد المصري من كبوته، وأن المشاريع التي أطلقها ليست مدروسة جيدا وليس لها فائدة على المدى البعيد. هل نحن أستاذ وائل كنا أمام دعاية سياسية فجأة وانكشف الحال، وكما يقول الشباب على السوشيال الميديا نحن أمام فناكيش أو فنكوش حقيقي الآن في مصر؟ صحيح. دعني الدكتور مصطفى قال عبارة موجزة ودقيقة جدا، أن هذا النظام خايف بيخاف، والخوف ليه بقى بيجي ليه؟ يعني أنت فيه القصيدة الشهيرة بتاع أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عن بقرة حاحة اللي هي مصر، يعني اللي وقعت من الخوف، وبيقول الخوف يجي ليه؟ من عدم الشوف. هذا النظام بلا رؤية، يعني مش شايف، يعني هو لا عارف، لا يعرف أين الخطأ من الصواب، هو يعني يسير متخبطا وكأنه سرق سيارة ولا يعرف قيادة السيارات، فبيتخبط بها يمينا وشمالا. ماذا بقي من المؤتمر الاقتصادي الذي يعني تحدثت، يعني المنشطات اللي انتم عرضتوها في صحيح نجحنا ومليارات ثاني ماذا بقي منه؟ بقي منه شيئان فقط، صورة سيلفي لعبد الفتاح السيسي مع شباب حملة جمال مبارك الذين تم استدعائهم مرة أخرى،
وأغنية ركيكة لمحمد منير وشوية إفيهات. أنا عايز أستدعي عفوا قبل أن تكمل بعض المشاركات من قبل بعض الصحفيين وبعض رجال الدولة والإعلام حتى والفنانين المؤيدين للسيسي في بعد المؤتمر الاقتصادي. يعني عبد الرحيم علي الصحفي المعروف يقول: ونجح المؤتمر الاقتصادي نجاحا باهرا رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وصدق الله العظيم إذ يقول: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، إلى آخر الآية الكريمة. نبيل الحلفاوي وهو ممثل مصري معروف يقول: ربما نرى قريبا تغييرا في تكتيك الإخوان وأردوغان بعد أن نسف المؤتمر بما صاحبه من دعم دولي جدوى التركيز على فكرة الانقلاب والشرعية. باسل عادل يقول: برغم بومب الإخوان قبل المؤتمر، إلا أن انفجاره انفجار المؤتمر في وجههم مبهر للغاية. إيه رأيك؟ ما أنا بقول لحضرتك في عدم شوف في القصة، وفي هذا المؤتمر بالضبط يا أستاذ أحمد كان أكبر عملية نصب قومي بتتبناها الدولة، بيتبناها النظام، عملية نصب كاملة الأركان لابد من محاكمة المسؤولين عنها من أول عبد الفتاح السيسي شخصيا، الذي كان يعني يظهر أمام الشاشات وهو يتحدث عن العاصمة الإدارية وأنه يريدها في 6 أشهر أو يريدها في أقل أو كل هذه الأوهام وكل هذه الوعود الكاذبة ليست مجرد تمنيات تفوق القدرات الحقيقية، لا، هذا كذب منهجي، هذا نصب مع سبق الإصرار والترصد، لأنهم كانوا يعلمون، والذين رعوا هذه الاحتفالية وهذا المهرجان الكاذب من أنظمة عربية داعمة لهذا الانقلاب كانوا يعلمون أيضا أنهم يضحكون على الشعب المصري وعلى شعوبهم، وبالتالي لابد من محاسبة. لو كانت مصر دولة ولو كانت فيها برلمان حقيقي يعبر عن الشعب كان حسب هؤلاء، كان هذا الموضوع اللي هو سنة على هذا المؤتمر الوهمي هو المطروح على مائدة النقاش في مجلس الشعب، وهناك معارك وهناك اشتباكات وهناك سأعود إليك أستاذ وائل. لكن مشاهدينا، كان من اللافت للنظر خلال مؤتمر شرم الشيخ في مثل هذا الوقت من العام الماضي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن تكون فكرة المؤتمر سنوية وليس لمصر وحدها، بل كتجمع اقتصادي للدول التي تمر بظروف صعبة على حد وصفه. الفكرة بتاعت عقد هذا اللقاء وهذا المؤتمر والدور اللي قام بيه، الحقيقة بيدعونا كلنا ان احنا نأكد ان احنا هنعمل هذا اللقاء كل سنة مرة، بس مش لينا احنا بس، مش لينا احنا بس، يبقى تجمع اقتصادي للدول اللي ليها الظروف صعبة، الدول اللي ليها الظروف صعبة تيجي وتلتقي ويبقى في تجمع لصالح هذه الدول. فاسمحوا لي ان احنا يبقى نشتغل من دلوقتي، والدعوة موصولة لكل اللي موجودين من الشركات والمستثمرين، كل المستثمرين ان هم يبقوا موجودين معانا ان شاء الله السنة الجاية تقريبا في ميعاد زي اللي احنا بنتكلم فيه. بس خليني أقول، هو احنا السنة الجاية لو جينا هنشوف شرم الشيخ كده؟ لا أنا بتكلم صحيح. في سنة هو المحافظ كان ناوي ينزل أجازة ولا حاجة ولا إيه؟ لا إن شاء الله نلتقي بيك السنة الجاية هنا ونرى أمر يشهد به الناس كلها. عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر الاقتصادي منذ عام بشرم الشيخ، وهو كان يتوقع نجاحات كبيرة لكن لم تحقق على أرض الواقع كما يرى الكثير من المراقبين. على أي حال، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. دكتور هشام، استمعت لكلام السيسي وكيف كان متفائلا إلى أبعد الحدود، وبيقول كمان أن احنا هنعمل المؤتمر دوت سنويا مش لينا بس، كمان للكثير من الدول الأخرى. لم يتم الحديث عن المؤتمر رغم مرور سنة، هل هذا يؤكد فشل المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم العام الماضي أم لا؟ مساء الخير. في البداية تحية لحضرتك والضيف الكريم. بالتأكيد الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي وأن يكون
يغطي الدول الشبيهه بظروف مصر، اتوقع انها كانت دعوه جاده للغايه. وخلينا ننتقل للساده المشاهدين ان منذ اسابيع قليله عقد في مدينه شرم الشيخ بالفعل مؤتمر كان بيضم التكتلات الافريقيه الرئيسيه، وده كان على غضون مؤتمر شرم الشيخ. لكن حينما نقيم ما تم بالفعل من مؤتمر شرم الشيخ، هي كان مخيب للامال بشكل كبير للغايه. لم يكن فقط الرئيس هو الذي يتوقع نجاح هذا المؤتمر، بل كل المراقبين وكل المصريين كانوا يتوقعوا النجاح. طيب يا دكتور، وايه السبب؟ حضرتك ذكرت ان المؤتمر الاقتصادي كان نتائجه بعد عام مخيبا للامال، ما السبب في ذلك؟ بالتاكيد لم تعمل المجموعات التي تم تكليفها بمتابعه الاتفاقيات بمعنى عمل الجد. وكان عامل المساله اكبر من مجرد تفعيل فعلي او تنفيذ لعدد من الاتفاقيات. الاهم والاكثر اهميه هو انه مصر فقدت بالفعل فرصه ذهبيه لاعاده الثقه في مناخ الاستثمار في مصر. ودي هي كان المساله الاكثر اهميه من مجرد توقيع او تنفيذ عدد من الاتفاقيات. الحقيقه كان في مشاكل عديده للغايه، بدايه من صياغه عدد من البنود في مواد التشريعات المعنيه بالاستثمار، سواء كان قانون الاستثمار او قانون الخدمه المدنيه اللي رفض فيه البرلمان، مرورا بقى باعاده هيكله مؤسسات الدوله التي لم تجد صدى حتى هذه اللحظه على ارض الواقع، مرورا ب او بدايه بعدم وجود استراتيجيه واضحه للاستثمار في مصر، وانتهاء بمشكله او ازمه الدولار. كل دي بالتاكيد مشاكل ليست جاذبه على الاطلاق للاستثمار. وبالتالي مصر فقدت فرصه ذهبيه لاعاده تسويق نفسها على الخريطه الاقتصاديه العالميه. لكن الحقيقه اهم من الجزء الاكبر من هذه المسؤوليه للحكومه وللجان اللي انبثقت عن هذا المؤتمر. والحقيقه ليس الرئيس اتصور انه يتحمل الجزء الاكبر، لان واقع الامر هو جاد في العمل، هو يريد ان ينجح بالتاكيد. والحقيقه اتصور انه جزء من عدم النجاح الفعلي دي. بس يا دكتور عفوا، انا اسف لكلام حضرتك، النجاح ليس اماني، النجاح ليس كلام يقال هكذا على عواهني، النجاح مش جهاز الايدز وعلاج الايدز، ليس يعني ليس النجاح ياتي بهذه الطريقه، النجاح له معايير، حضرتك قلت لم نستوفي هذه المعايير في مصر، فمن اين سياتي النجاح اذا؟ لا خلينا نوضح انه المؤتمر نجح من حيث التنظيم، يعني وقت التنظيم الكل كان بيشيد بيه، لكن التفعيل الفعلي على ارض الواقع لما كان متصور من النقاط اللي عقدت، من الاتفاقيات، من مذكرات التفاهم اللي وقعت، بالتاكيد كان مسؤوليه رئيسيه للجان المتابعه وللحكومه ككل. والحقيقه اتصور انه الامر لم يكن يقتصر على هذه تفعيل هذه الاتفاقيات، لكن بالتالي كما اشرنا الاطار التشريعي، اعاده هيكله الاطار التنظيمي، التنفيذ الفعلي، وضع او رسم انطباع جيد عن مناخ الاستثمار، المشاكل اللي واجهها الاقتصاد بما فيها شكرا. بالتاكيد كل دي اثرت بالفعل. طيب ابقى معي دكتور هشام، عفوا سأعود إليك مرة أخرى. لكن مشاهدينا، عندما كان إبراهيم محلب رئيسا لمجلس الوزراء العام الماضي خلال فترة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، رسم الرجل صورة وردية بالأرقام البراقة من الاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر خلال ذاك المؤتمر، بلغت أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تعهدات خليجية بدعم الاقتصاد المصري بما يقارب أو أكثر من 12 مليار دولار. فلنشاهد. احنا بنتكلم على استثمار مباشر، عقود اتوقعت فعلا عقود اتوقعت وستبدا باذن الله التنفيذ بكام؟ 36.2 مليار دولار. طيب مشروعات مموله، يعني واحد جاي يعمل لنا محطه كهرباء هو بيمولها واحنا بنسدد على سنوات طويله، اللي هي الاي بي سي اللي هي انجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن 18.6 مليار دولار. صناديق ومؤسسات دوليه كقروض مع وزاره التعاون الدولي الحمد لله 5.2 مليار دولار. 60 مليار دولار. 60 مليار دولار. طيب اخواتنا اللي شكرناهم وبنشكرهم
من قلبنا، وانتم يمكن اعلن هذا التزام من 4 دول عربية 12.5 مليار دولار. كل الشكر ليهم وكل التقدير ليهم. هل دي فلوس جايلنا ولا برضو عشان نبقى كلنا بنتكلم؟ لا، دي مشروعات تنموية بنبتديها، اللي هيخلص في سنة، اللي هيخلص في اتنين، اللي هيخلص في تلاتة، واحنا بقى وشطارتنا. إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وتحديدا إبان المؤتمر الاقتصادي منذ عام في شرم الشيخ، يتحدث عن الاستثمارات جاءت بالفعل وتم التوقيع فيها بحوالي 36.2 مليار دولار. سؤالي ليك يا دكتور مصطفى شاهين، يعني هذه الاستثمارات والتوقيعات نحن الحقيقة رأيناها بأم أعيننا على الهواء مباشرة، والرئيس بيوقع سواء مع شركة ألمانية أو حتى القروض التي جاءت عبر 4 دول خليجية، السعودية والكويت والإمارات وعمان. أين هذه المليارات دكتور مصطفى؟ لماذا لا نرى لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري؟ لسببين اثنين. السبب الأولاني أن الفلوس اللي جات من الخليج اتحطوا في البنك المركزي، اتحطوا فيه 6 مليار دولار علشان يدعم الدولار قدام الجنيه، عشان لو المصريين أو المستوردين يحتاجوا أي دولارات يقدر يضخ كمية دولارات في السوق علشان يحافظ على سعر العملة. ورغم هذا للأسف الشديد ما قدرش البنك المركزي يحافظ على سعر الدولار قدام الجنيه، وزي ما حضرتك بتتابع الجنيه للأسف في أسوأ أوضاعه، والآن الدولار وصل أسعار متضاربة جدا في السوق، ومن المتوقع أيضا ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى رغم أن البنك المركزي خد قرار بالحدود القصوى والدول. لكن بطبيعة الحال والكلام المؤكد أن الدولار هيرتفع، لأن أنت عندك فجوة تمويلية، أنت عندك وارداتنا 4 أضعاف الصادرات، فحتما الدولار هيرتفع، ما فيش في دي شيء. الأمر الثاني بقى اللي كتير جدا المصريين ما يعرفوش، ان احنا بنعمل نظرية مصرية خاصة بنا احنا كده اسمها نظرية تلبيس الطوائي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البنك المركزي لما جات له الدولارات من الخليج عليه اقساط وديون تقريبا ربع سنوية، ممكن يكون في القسط الاولاني في يناير وبعد كده في ابريل وبعد كده في شهر 6 وهكذا، نتيجة ان انت للأسف علينا مديونيات. قطاع البترول لوحده، مدين ب 8 مليار دولار. المديونية الخارجية 48 مليار دولار، فأنت عليك أقساط سنوية هتدفعها وهتدفع الفوائد بتاعتها كل 3 شهور، فلأنه هو عاجز أصلاً عن إنه يدفع الفوائد ويدفع الأقساط، فإحنا كل فترة نروح ناخد قرض من بلد تانية، رحنا خدنا قرض من الصين، رحنا خدنا قرض من بنك التنمية الأفريقي، رحنا خدنا قرض من البنك الدولي، ولسه حتى الآن لسه ما وصلناش 3 مليار دولار، ورحنا خدنا قروض من الخليج. ورغم هذا للأسف الشديد الاقتصاد لم يتعافى، بل الأسعار بترتفع ارتفاع جنوني، بل العملة المصرية في أحط مستوياتها لم نشهد لها هذا من قبل على الإطلاق. فإذا الفلوس اللي جاية لك للأسف مش هتروح للاستثمارات، بل هي ريحة لسداد ديون. طيب ابقى معي دكتور مصطفى، سأعود إليك، لكن مشاهدينا دعونا نتحول إلى الزميل عمر فياض لمتابعة أهم ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن. عمر، ماذا لديك في هذا الشأن الاقتصادي؟ بالطبع يلمس دائما المواطن المصري بقوة. هناك العديد من الآراء وصلت حول هذا الموضوع، حول موضوع المؤتمر الاقتصادي، وهل لمس المواطن المصري أي تغيير منذ بدء هذا المؤتمر منذ عام مضى حتى الآن؟ هذه هي التعليقات التي تنقل وجهة نظر المواطن المصري. نرمين تقول ما فيش، وكل الأسعار ارتفعت والوضع الساء أكثر من الأول، وما زال في اللي مستني باقي الأوهام تتحقق. نذهب إلى الرأي التالي للمشارك محمد سمرة، يقول لا شيء، الدولار في تزايد والجنيه ينحدر والأفداد مهاجرون وأصحاب العقول مضطهدون والمشروعات اللي قالوا عنها ما فيش. نذهب إلى الرأي التالي إذن للمشارك، هذا المشارك يقول كل ما حققه السيسي كوارث اقتصادية اجتماعية ومعاداة لجيرانه، هذا ما يراه في أفعاله كلها. أما رمضان فيقول كله فنكوش وشعارات، مصر تستيقظ، مصر بتفرح، مصر بتبني، مصر أي شيء، أهم حاجة عند السيسي اللقطة، صوروني وأنا بعمل مشاريع، أي الاستفادة الإعلامية فقط من كل ما يعلن عنه من وعود ومشاريع، كما يوضح هذا التعليق. أما زهرة الياسمين فتقول ما فيش، لأنه ببساطة فنكوش أخذ الزخم الإعلامي المطلوب في حينه من إعلام العار، هكذا وصف،
وخلص زيه زي جهاز أو انتهى كل هذا زيه زي جهاز الكفتة بتاع عبد العاطي كما تقول زهرة. التعليق التالي اللي هي عوض يقول: تحقق شيء واحد، أصبح على مصر بجنيه، هذا هو فقط ما آلت إليه الأوضاع بعد سنة من هذا المؤتمر الاقتصادي، عاد ليطلب من الشعب جنيه من كل فرد صباحا. أما أحمد يقول: ده سؤال برضه، ده احنا جالنا تخمة من كتر النعيم اللي احنا فيه، لا أعرف إن كان ساخرا أم لا. نذهب إلى التعليق التالي لهذا المشارك ويقول: ولا شيء، قهر، بطالة، هجرة وبلا بلا بلا، كلها أثار سلبية هي التي تعيش فيها مصر الآن. التعليق التالي لهذا المشارك يقول: إذا كان هو آخر تعليقات الفيسبوك، نذهب إلى تويتر وبعض ما عليه من التغريدات. أسماء عبد الكريم تقول: والله إن الأمر يشتد ضيقا في مصر من كل جانب، نصبر أنفسنا بأوهام ويستمر السيسي في التضييق علينا دون رادع له. ندب إلى الرأي التالي إذن لخليل ويقول: نجح السيسي في تصدير الفشل أيضا إلى الجامعة العربية بتعيين أبو الغيط على قمتها، هذه وجهة نظر أخرى. نذهب إلى هذا المشارك برينس يقول: كل وعود السيسي تحققت وأكثر، هو ربما لمس من وجهة نظر هذا المشارك وعود تغيرت بالنسبة له أو في محيطه. نذهب إلى الرأي التالي لهذا الحساب يقول: آه طبعا النيل نشف والدولار بقى 9 جنيه، هذا ما تحقق بعد عام. نذهب إلى التالي لهذا المشارك يقول: حقق الشحادة لمصر، هكذا يرى وجهة النظر بعد عام. آخر ما لدينا لهذا المشارك أو المشاركة جيزي تقول: فقر وجوع وانتهاكات وسجن، هذا كل ما يتحقق في مصر في الفترة الأخيرة. أكتفي بهذا القدر وانتقل مرة أخرى للزميل أحمد. شكرا إليك جزيلا عمر. واضح أن الشعب، جزء من الشعب المصري يتميز بفكرة أنه يغير من، يعني يعبر عن سوء الأوضاع لكن بشيء من السخرية كما نعم. رأينا سخرية أو ذكاء في استخدام الإسقاطات والتلميحات. نعم. شكرا جزيلا عمر. أستاذ وائل، الحقيقة أنا لدي خبر نشر في صحيفة العربي الجديد يتحدث على أن المخابرات المصرية تدخلت لإنقاذ الاقتصاد المتردي، وقالت الصحيفة أن جهاز المخابرات المصري دعا عدد من رجال الأعمال إلى اجتماع في مقر الجهاز مؤخرا لمناقشة الوضع المتصدي الذي وصفه وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع بالمتردي. وكيل الجهاز، جهاز المخابرات، وفقا للعربي الجديد قال أيضا أن احنا كنا منتظرين من المؤتمر الاقتصادي الكثير، لكن للأسف الشديد لم ينفذ منه شيء، حتى أن دول أيضا الخليج لم تنفذ مما قالت من استثمارات شيء حتى هذه اللحظة. ما رأيك في هذا الخبر؟ يعني وارد جدا، ولا يخفى على أحد أن هناك فخارا يكسر بعضه في مصر الآن. وفي، دعني أحيلك إلى تصريح لعضو مجلس عسكري أيام المجلس العسكري ما كان بيتولى شؤون البلاد، وكان هناك تقديرات بتتحدث عن أن الجيش بيده أكثر من 45% من اقتصاد مصر، النشاط الاقتصادي في مصر. هذه النسبة تضاعفت بعد وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي الى الحكم مرشحا للمجلس العسكري، وبالتالي تستطيع ان تقول الان ان اكثر من 70% من الاقتصاد المصري بحوزه هؤلاء الذين يحكمون. وبالتالي انا لا استبعد تدخل لا بس واضح ان مما ورد في هذا الخبر اذا صح ان جهاز المخابرات قلق من الوضع الاقتصادي المتردي. في 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 كارثه حقيقيه في مصر، يعني من لا يراها يعني فهو أعمى، يعني في انهيار وفي تراجع، وبيلمسه رجل الشارع الذي بدأ يعبر عن هذا الإيذاء وهذا الألم وهذا القرف من كل المشهد الراهن. فقط أنا أحيل إلى أنه الناس يعني الضيف من القاهرة، الضيف الكريم القاهرة، بيتحدث عن أنه تم المؤتمر كان ناجحا تنظيميا، ولكن التنفيذ أو الجهات الموكلة التنفيذ، هو كان ناجحا تنظيميا بمعايير حفلات سيدات المجتمع المخملي في مصر. حفلة ظريفة ولطيفة، مردود هذه الحفلة لا شيء، صفر. ما بالك لو أن، يعني لا نريد أن نعفى عبد الفتاح السيسي، هو رئيس الهيكلة، هو الذي يهيكل، مش احنا بيقول إعادة هيكلة، هو الذي يهيكل، وهو رئيس التشريع حتى يناير الماضي، هو كل التشريعات بيده، ورئيس التفاوض المباشر وغير المباشر، وكان بيقعد مع سيمنز وجنرال إلكتريك، محمد العبار أرابتك وغيره. وبالتالي المؤتمر الاقتصادي لم يكن حلما واسعا او فضفاضا على المقاس، يعني المقاس او اكبر منه، ولكنه كان عمليه شعوذه
مدروسه ومنظمه ومقصوده، يعني في عمليه نصب. هو السيسي بيقول لك ايه شرم الشيخ السنه الجايه هتبقى كده. ليه ما نقولش ان الراجل فعلا كان عايز يعمل نقله اقتصاديه وعايز كل رئيس في الدنيا عايز اكيد عايز يعمل نجاحات اقتصاديه ويكتب اسمه في التاريخ يعني. جيد جدا. وبالتالي لكي يكون رئيسا ولكي تطلق عليه لقب رئيس لابد ان يكون لديه بعض الرؤيه المستقبليه وبعض الالمام بالواقع الفعلي وبامكانياته وبحجمه. فكونه يعد وهو بيقول لك شرم الشيخ السنه الجايه هتبقى مختلفه. طيب خلينا نشوف شرم الشيخ الان. شرم الشيخ الان خاويه على عروشها، هجرها السياح وهجرها الاستثمار وهجرتها التنميه وبدت على هذا النحو. وبالتالي ناخذ من لسانه ونحاسبه، يعني ناخذها لوحدها. طيب ما تيجي ناخذ من السنه الناس لان احنا لدينا الحقيقه عينه من اراء الشارع المصري حول وعود مثلا السيسي بعاصمه جديده، عربات خضار للشباب والتي وعد بها ابان الحمله الرئاسيه قبل ان ياتي رئيسا للجمهوريه. فلنستمع ونشاهد بعض اراء الشارع المصري. انا مش شايف حاجه على الواقع، انا شايف ورق بيتكلموا بس. مليون واحد سكني، فين المليون واحد سكني؟ كان في شركه اماراتيه قالوا انها هتنفذها وبعد كده انسحبت منها، سمعت انها انسحبت منها، ده اللي انا شفته في الاعلام، لكن انا ما شفتش حاجه على الواقع. ما عنديش معلومات عنها خالص، ما فيش تغطيه اعلاميه تكفيها. عشان عندي شقه قدمت في 17 مليون واحد سكني. لا ما قدمتش، بس انا ليا اخ قدم فيها. يعني حتى لو قدمنا مش هتجي لنا كده كده. يعني الناس كتير بتقدم وما بتاخدش حاجه بصراحه. ما لو العاصمه الجديده بالفعل نجحت موجوده قدامي، ايش حال لو الحكومه نفسها هي اللي طلعت قالت المليون وحده سكنيه تم تاجيلها او تم الغائها؟ الحكومه نفسها هي اللي طلعت قالت الكلام ده، مش انا اللي بقول. انا بصراحه ما اعرفش، هو انا افهم، انا اعرف اللي يتكلم في الخضار بتاع الفاكهه والخضار يعني، او وزير الزراعه مثلا يعني، هو حضرته خبرته ايه في الزراعه عشان يكلمنا عن المواضيع دي؟ وبعدين مين العبقري اللي قال له ان عشان تهدي على المشكله الاقتصاديه وعلى البطاله ان حضرتك تاخد عربيه نص نقل 100 عربيه زي ما هو قال ولا 1000 عربيه فيروحوا سوق العبور وعربيه يسوقها راجل؟ انا ما اعرف ولا طبيعي عربيه بيسوقها راجل ما بيسوقهاش ست يعني، وياخدوا خضار من العبور يروحوا المناطق ويوزعوا وكده هنقضي على مشكله البطاله وعلى الفلوس وعلى الشباب. هي ايه الفكره العبقريه؟ هو جاب يجيب الافكار العبقريه دي منين بصراحه؟ لسه ما شفتش عربيات خضار. احنا عندنا بالنسبه لنا هنا السوق في عادي في الشارع والفلاحين بيفرشوا وبيبيعوا، ما شفتش يعني عربيات. هتحل ازمه البطاله ازاي؟ يعني واحد شاب زي حالاتك خلص بكرلوس تجاره قاعد من 2002 او من 2005 ها، يبقى يحل بقى ازمه البطاله ازاي؟ اللي يحل ازمه البطاله اماكن العمل. الشك طبعا اي محاوله او اي تيسير من جهه الدوله لتوفير فرص عمل للشباب العاطل طبعا دي فكره جيده، ويا ريت ان هي ايه تستمر يعني وتنتشر. حل ليه؟ الخبر مال الدنيا والعروض مال الدنيا، فين الحل هنا؟ يعني؟ ناس كتير معاها شهادات ومعاش ومش شغاله، فمش لاقيين شغل، المفروض يوفروا فرص عمل للشباب. ما فيش الكلام ده، دي حلول فاشله. لا ما حلتش ازمه بطاله، لان هو ده يعني اتجاه واحد بس من ضمن 100,000 اتجاه. يعني انت عندك كام عدد الناس اللي هي ممكن تشتغل وعندها بطاله؟ دول ده وفر شغل النسبه دي ايه منه؟ كان اولا مشروع مليون واحده سكنيه، اين هو؟ فين هو؟ احنا بقالنا سنتين دلوقتي شايفين سلبيات وعمالين بنتكلم كلام مفيش ايجابيات، شايفين سلبيات. وبعدين انا لو هتكلم مش هتكلم على المليون واحدة سكنية، لا ده انا هتكلم عن كام حاجة، يعني انا هتكلم عن كام حاجة النظام عملها بغض النظر عن اي حاجة سياسية. مشاهدينا كانت هذه اراء عينة عشوائية من الشارع المصري حول الاوضاع الاقتصادية الاخيرة والوعود التي خرجت عن ما يعرف بمؤتمر المؤتمر الاقتصادي منذ عام بشرم الشيخ. دكتور هشام، بعد عام أو عام ونصف من تولي السيسي رئاسة الجمهورية في مصر، هل هذه فترة كافية لأن نقيم الرجل من الناحية الاقتصادية ونقول أن يعني ولا لا فترة قصيرة، أم أن كما يقال في الأثر يعني البعر يدل على البعير والسير يدل على المسير؟ تفضل يا دكتور. دكتور هشام هل أنت معي؟ أسمع كلمة. فضل يا دكتور. بالتأكيد
بالتأكيد عام ونصف فترة جيدة للحكم على الأداء الاقتصادي ليست كبيرة، ليست كافية، لكنها فترة جيدة للغاية. لكن خلينا منصفين الحقيقة، في عدد من المشروعات تحقق فيها نجاحات طيبة وما زال العمل بيجري فيها بشكل قوي للغاية. يمكن أخص بالذكر تحديدا وتحفظي على العديد من القضايا اللي جت في التقرير، البناء الوحدات السكنية. أرى بعين العديد من الوحدات السكنية بيتم بناءها، القرعه اللي كانت بتتم ليه كان المحدود الاقتصادي اللي فيها كان نسبه الفوز فيها لا تتخطى 5 او 7%، بالتاكيد المعدلات اعلى من هذا بكثير. البليون ونصف الثاني هي لسه منطلقه منذ اسابيع قليله، لا اتصور انها هتكون فيه. اسمح لي دكتور عفوا للمقاطعه، يعني مبارك هو اكثر من بنى وحدات سكنيه واصبحت مدن خاويه على عروشها. حضرتك خد مثال عندك مدينه بدر ومدينه جزء من مدينه العبور والى اخره، بنبني اماكن فاضيه دون عمل، دون مواصلات، دون بنيه اساسيه، لمن يعني يا دكتور؟ لا، بالمقارنه مع ما كان يتم في عهد مبارك الامر مختلف نسبيا، لان الحقيقه في عدد كبير من مما يتم بناؤه قريب للغايه من المناطق السكانيه الحاليه. لكن خلينا نتوقف كثيرا عند بشير بعينه، احنا بنقيم العمل في المشروعات القوميه العملاقه اللي ما زال هي فيها جدل كبير، انه المواطن مش شايف دي تحسن او مش شايفها الحقيقه امام عينيه، مش بتزود فرص العمل، مش بتزود مستوى الدخل. ده بالتاكيد نقاش مطروح على الساحه، لكن خلينا برضه نكون منصفين، هو يدخل في مشروعات قوميه كافيه ان تنقل الاقتصاد المصري نقلا نوعيا. شكرا جزيلا. لكن بالتاكيد دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، لو كلمة قصيرة فيما يخص مستقبل الاقتصاد في مصر يا دكتور مصطفى سريعا، ماذا تقول؟ ببساطة جدا جدا، أن أنت لو أنت عايز تحل الأزمة، المشروعات القومية مش هي اللي هتحل أزمتك، المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر واستيعاب أولادنا الشباب أن هم اللي يقوموا بالمشروعات هو ده الحل الوحيد، ليست المشروعات القومية. الدولة يا أخي لابد أن تتخلى عن دور الأب، الدولة لابد أن تتخلى عن دور الأم وتترك للناس هي الحرية أن تختار وتنتج وتبني بيوتها بنفسها. الدولة ما عليها إلا دور التنظيم، الدولة عليها أن تلعب دور واحد فقط هو عسكري المرور، هي اللي بتضبط الحركة في الشارع فقط، إنما التنظيم والدخول في مشروعات قومية جبارة زي اللي هم داخلين فيها لا شك إن مآلها الفشل للأسف الشديد، أو حتى على الأقل مآلها سيكون على الأجل البعيد ولن تحل اي مشكله. شكرا من المشكلات. جزيلا دكتور مصطفى شاهين استاذ الاقتصاد جامعه اوكلاند، كنت معي عبر سكايب من ميتشيغن الامريكيه. كلمه اخيره منك ايضا استاذ. يعني انا لا اتمنى ان الدوله تقوم بدور عسكري المرور، ونحن عارفين الصوره النمطيه لعسكري المرور ماذا يفعل يعني في مصر. الحقيقه الاقتصاد ان لم يكن من اجل الانسان والسياسه لم تكن من اجل الانسان ستكون فاشله. اذا كنت تقتل الانسان وتقهر إنسانية الإنسان بالاعتقالات والقتل والتعذيب والإخفاء القسري، فكل ما تفعله باطل. بالإضافة إلى أن ما تفعله هو أنك تحقن هذه الجماهير التي خدعتها بجرعات من الأوهام، زي ما قال عبد الرحمن الأبنودي، احقنها بحلم، الحلم الأفيوم الوهم، فكلما بينتهي مفعول حلم شكراً. بيحقنهم بحلم جديد وهمي أيضا. شكرا جزيلا وائل قنديل الكاتب شكراً. الصحفي. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، وبعد الفاصل يلتقيكم زميلي محمد دحو وملفات أخرى. وفيها القاهرة تستقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد أسبوع من اتهام الحركة بالمشاركة في اغتيال النائب العام.